ستتأجل أم لا؟ تلك الانتخابات المقبلة لا يعرف أحد إرادة الكتل السياسية الراغبة بتأجيلها أقوى من الدستور الذي ينص على انعقادها في موعدها، أم أن الاتفاقات السياسية المعتادة ستدخل على خط الرؤى المتباينة بين الكتل السياسية الكبيرة. نقطة الخلاف اتضحت حين أجل مجلس النواب فقرة التصويت على موعد إجراء الانتخابات المعلن من قبل الحكومة إلى جلسة مقبلة، الأمر الذي يشير إلى جدل واسع يلوح في الأفق مقبل على المشهد السياسي. الدستور لا يوجد فيه أي مادة من المادة 1 إلى المادة 144، لا يوجد فيه أي نص دستوري يبيح تأجيل الانتخابات، هذا أمر. الأمر الثاني، المادة 56 أولا واضحة جدا بتعريفها للدورة الانتخابية وكيف تجرى الانتخابات قبل نهاية الدورة ب 45 يوم. الأمر الآخر، الانتخابات أجريت في العراق منذ 2003 إلى الآن بظروف أسوأ بكثير من هذه الظروف. القوى الكردية كباقي الكتل الأخرى مختلفة أحزابها على موعد إجراء الانتخابات، وما من حل إلا عند المحكمة الاتحادية لتطبيق نصوص الدستور وبما تقضي به المحكمة الاتحادية. هناك نوع من الإشكالات فنية داخل المفوضية، لأن هذه الانتخابات ستعتمد على آليات إلكترونية، فممكن أن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات إلى فترة محددة، ولكن إذا نقول هل هذه الطلب دستوري أم غير دستوري يجب أن نتركه إلى محكمة الاتحادية لغرض الثبت فيه. ففي الوقت الذي يفكر فيه المواطن أخذ قراره بالمشاركة في الانتخابات من عدمه، تحاول كتل سياسية تأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة، مقابل ذلك تصر كتل سياسية على انعقادها في موعدها. هكذا بدا المشهد السياسي في العراق وفق نظامه الديمقراطي حسب مفهوم الكتل السياسية. محمد سعد، الرشيد. من أجل تخفيف العبء على أهالي ناحية اللطيفية